السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعة إخبارية جديدة نتابع من خلالها وإياكم آخر الأخبار حول تطورات كورونا، إضافة إلى جهود الدول في مواجهة الجائحة. كل هذا وأكثر تتابعونه معنا في حلقتنا لهذا اليوم. أوميكرون قد لا يكون آخر متحورات كورونا، لذلك الحذر قد لا يكون واجبا فقط بل ضرورة حياة. الالتزام بالاشتراطات الصحية مسؤولية مجتمعية بالتزامات فردية وجماعية. أهلا بكم من جديد. نبدأ معكم حلقتنا كما عودناكم دائما بالإحصائيات العالمية لفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس حول العالم أكثر من 381 مليون حالة، بينما تعدت حالات الشفاء ولله الحمد 301 مليون حالة. وفي الجانب الآخر مع الأسف فقدنا أكثر من 5 مليون حالة. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه من المبكر جدا أن تعلن الدول الانتصار على وباء كورونا أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه من السابق لأوانه لأي دولة الاستسلام أو إعلان الانتصار، معربا عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم. ونبقى مع أخبار منظمة الصحة العالمية، حيث ذكر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون الخفي من فيروس كورونا BA2 ليست أشد على الأرجح من السلالة الأصلية BA1. وقال الدكتور بوريس بافلن من فريق مواجهة كورونا التابع للمنظمة في إفادة إن لقاحات كوفيد-19 توفر أيضا حماية مماثلة من مختلف سلالات أوميكرون، وأكد أن التطعيم يقي إلى حد بعيد من الأعراض الشديدة لسلالات كورونا بما فيها أوميكرون. أصبحت النمسا أول الدول الأوروبية التي تفرض لقاح كوفيد-19 على مواطنيها وسكانها بشكل إجباري تحت طائلة الغرامة، ما سيضطر جميع المواطنين والقاطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق أن يتلقوا التطعيم الكامل ضد الفيروس أو يواجهوا غرامات تصل إلى 3600 يورو. لكن هذا القانون الجديد تتخلله بعض الاستثناءات، فالحوامل والأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية، وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية، معفيون من التطبيق. أوميكرون متحور جديد لسلالة كورونا، يذكر العالم بأنه مهما تعددت المتحورات تظل المواجهة واحدة، باليقظة احترازا وباللقاح والكمام وقاية. أعلى
أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك إزالة القيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا لتصبح أول دولة تابعة للاتحاد الأوروبي تزيل قيود كورونا، على الرغم من أن معدل الإصابة بفيروس كورونا في الدنمارك لا يزال مرتفعا، حيث اعتمدت السلطات الصحية الدنماركية على معدلات التطعيم المرتفعة، وأصبح ارتداء الكمامة الإلزامي شيء من الماضي حاليا، بجانب عرض البطاقات التي توفر دليلا على التطعيم أو التعافي أو نتائج الاختبار السلبية. أما الحكومة الألمانية فقد أعلنت العمل على إنشاء مصانع لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا في 4 دول إفريقية. وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن المصانع ستنشأ في السنغال وجنوب أفريقيا وغانا ورواندا، مضيفة أن القارة الإفريقية تحتاج إلى هذا الدعم. وبرغم أن الوزير الألماني استبعد الموافقة على الإفراج عن براءات الاختراع بخصوص إنتاج اللقاحات، فإنها أكدت ضرورة تطوير المعرفة في الدول النامية لتكون هذه الدول في المستقبل قادرة على إنتاج اللقاحات بنفسها. أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد تراجع الحكومة عن إلزامية اللقاح للكادر الطبي في إنجلترا، مؤكدا أن القرار قيد المراجعة. وكان جاويد أكد في وقت سابق أن جميع العاملين في الخطوط الأمامية في الخدمة الصحية الوطنية يجب أن يكونوا مطعمين بشكل كامل ضد كورونا اعتبارا من الأول من أبريل أو يفقدون وظائفهم. أفادت وسائل إعلام برتغالية بأن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا الذي أعيد انتخابه الأحد الماضي أصيب بفيروس كورونا. وقال مكتب أنطونيو كوستا أن رئيس الوزراء لا تظهر عليه الأعراض، مؤكدا أن إيجابية التحليل تم تأكيدها باختبار أجسام مضادة. وأشار البيان أيضا إلى أن رئيس الوزراء سيبقى قيد العزل لمدة 7 أيام. وتحت قيادة كوستا نجحت البرتغال في تطعيم 93% من مواطنيها، مما منحها أحد أعلى معدلات التحصين في العالم. ومع ذلك لا تزال البلاد تواجه أرقاما قياسية للعدوى بسبب انتشار أوميكرون. رياح عاتية تعصف بعالمنا مثيرة غبار الفيروسات المنتشرة والتي هيمنت على صحة الإنسان، وذلك رغم محاولات البشرية بأكملها مقاومتها باللقاحات والأدوية والعلم. وبما أن الإنسان مخلوق عاقل، فعندما تظلم دنياه مما يجري في محيطه تشرق بارقة أمل تنير طريقه المظلم. جرعات من الأمل والتعاون كفيلة بالنجاة من ويلات الوباء. دعونا نتذكر أننا سنحيا بعد كربتنا ربيعا كأننا لم نذق بالأمس مرا. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.